السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. يا سبحان الله، الشعوب العربية وعلى الرغم من أن الفئة العامة منها متوسطة الحال، إلا أن هذه الشعوب في اللحظات الحرجة بيظهر معدنها الأصيل. بتلاقوا فيها ناس رائعين، ناس على المستوى الآدمي مستعدين أن هم يضحوا بنفسهم في سبيل الكل، لا يترددوا في ذلك. الكلام ده بنقوله بمناسبة حادثة أصبحت مثار أحاديث العالم كله النهاردة بالفيديوهات. على الرغم من الظروف التي تمر بها الدولة الليبية منذ أكتر من 10 سنوات والوضع الاقتصادي اللي زي الزفت وبسبب النهب المنظم وغير المنظم والتجريف غير العادي من قبل المرتزقة والإرهابيين والخونة في قلب دولة ليبيا، إلا إن الشعب الليبي لم ينسى أصله. الكلام ده أقوله تعقيبا على اللي حصل النهاردة. سواق، السواق ده اسمه عبد الله المجبري، أنا مش عارف أنا بنطق الاسم كده صح ولا لأ. عبد الله ده سواق شاحنة وقود، الشاحنة حضراتكم هتشوفوها في الفيديوهات ضخمة جدا، بينزل البنزين، بيفرغ البنزين لإحدى محطات الوقود. فجأة النار شبطت في الشاحنة. طبعا حضراتكم لا قدر الله الشاحنة ديت لو انفجرت في قلب محطة الوقود، وخلي بالكم دي كانت في قلب بنغازي في منطقة سكنية مأهولة بالسكان ومزدحمة جدا وحواليها منشآت كتيرة جدا. تخيلوا حضراتكم لو ان الشاحنة ديت او السواق ده ساب الشاحنة وطلع جري وهرب في سبيل ان هو ينقذ نفسه وخلاص وما لوش دعوه باي حاجة، وما كانش حد هيلومه. الشاحنة ولقت فيها النار، لو كانت فضلت كانت هتنفجر وتفجر محطة الوقود، كانت الخسائر هتبقى كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، آلاف القتلى وآلاف النتائج الكارثية في قلب الدولة الليبية، كانت هتبقى حديث الموسم. فما كان من عبد الله المجبري إلا إن هو ركب الشاحنة بتاعته، بسرعة قرر إن هو يطلع بيها في أقرب منطقة غير مأهولة بالسكان. كان أهم حاجة بالنسبة له إن هو يبعد الشاحنة دي عن محطة الوقود عشان ما تبقاش الكارثة ألف كارثة. ثم طلع جري بيها لحد ما وصل لمنطقة بعيدة عن الكتلة السكنية وانفجرت الشاحنة، ربنا سترها معاه، أصيب ببعض الحروق زائد إن ما كانش فيه خسائر بشرية بالمرة، اتحرقت بعض العربيات اللي أصحابها ما تمش إصابتهم، وأنقذ الدولة الليبية من كارثة. يعني فعلا ربنا سترها، الشاحنة احترقت بالكامل. تعالوا بينا حضراتكم نتفرج على شجاعة الراجل الليبي الجميل ده. شاهد شجاعة سائق شاحنة تنقذ بنغازي من كارثة انفجار محطة بنزين. تمكن سائق شاحنة محروقات من تجنيب مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا كارثة أكيدة، وإنقاذ حي سكني بالكامل من انفجار كان قريب جدا من الوقوع بعدما اشتعلت النيران في الشاحنة. تعالوا اتفرجوا حضراتكم على المنظر ويعني ادعوا له، لأن بصراحة ربنا الراجل ده يستحق كل تقدير. حول ولا قوة إلا بالله. صبح دي حضراتكم بعد ما الشاحنة انفجرت في مكان غير مأهول بالسكان.
بجد ربنا سترها. كيف صار؟ دي كلها على فكرة مشاهد مختلفة الأشقاء في ليبيا التقطوها للشاحنة وهي ماشية وبثوها على السوشيال ميديا النتيجة مجموعة الفيديوهات اللي قدام حضراتكم ديت. يا جماعة اللي يعرف حد جي يا جماعة. ديت بعض العربيات اللي اتحرقت أثناء مرور الشاحنة في قلب الشوارع خلال مكان السواق بيحاول ينقذ الموقف، فبعض العربيات طالها بعض الوقود فاتحرقت، لكن ربنا ستر ايضا ومفيش اي اصابات بشريه غير السواق بس. كيف صار؟ ايش فيه؟ يا جماعه يا جماعه اللي يعرف حد يا حكيم يا هو اللي يعرف حد يجي. طيب تعالوا نشوف برضو اللي بتاع المشكلة أو اللي حصل من جانب آخر. حول ولا قوة إلا بالله. صبح صبح. شوفوا يا جماعة منظر الشاحنة كان عامل إزاي، منظر مرعب. تخيلوا حضراتكم لو انفجرت أساسا في محطة الوقود. شوفوا المنظر، شوفوا المنظر، دققوا النظر يا جماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده ربنا فعلا سترها. خلينا نكبر الصورة كده، يعني شوفوا المنظر يا جماعة، يا خبر بالبطيء، شوفوا كانت عاملة إزاي. خلونا نحركها ودققوا النظر فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي الشاحنة بعد ما انفجرت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهج النار جيدة عندنا، وهج النار، وهج النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهج النار جيدة عندك. أنت تحس وهج النار عندنا. وقعد وين ناره؟ عاد بكى صدم ناره. وقعد. واحد النار جينا عندنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحق النار أقوى من العمارات. لا بدناش ندور. نكتفي بهذا القدر. يعني شفتوا بجد المنظر، المنظر مرعب يا جماعة، وربنا سترها. إيه عظمة الشعب الليبي ده؟ لا بجد شفتوا الناس الرائعة، على الرغم من حياة الضنك اقتصاديا بشكل غير عادي، ورغم ذلك لم يتردد في إن هو ينقذ حي سكني كامل. كانت هتبقى كارثة. يعني تخيلوا والشاحنة عمالة بتجري بنفس الطريقة اللي حضراتكم شفتوها، بعض العربيات اتحرقت. تخيلوا لو ان الشاحنة ديت لا قدر الله انفجرت. فعلا ربنا سلم. عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المقال وجه الشكر طبعا لسائق الشاحنة في ذات الوقت لوزارة الحكم المحلي، وجهت بحق طبعا عمليات الإضرار بحيث أنها قررت ترصد عمليات أو المتضررين كلهم بحيث أن يتم تعويضهم. تحية لهذا السائق الجميل، تحية لشعب ليبيا العزيز، تحياتنا وتقديرنا لأصالة شعوبنا العربية الجميلة اللي بيظهر معدنها في اللحظات المناسبة. لازال معانا العديد من الحلقات، تابعونا.